ميسي اكيد. الله يخليه يا رب. وان شاء الله يعني انا هلا مع المنامه تركيزي هاي السنه، وان شاء الله الايام الجايه ما بتعرف شو بصير. انا مواليد 99 1/1 عمري 22 سنه. الحمد لله يعني كل العالم بتقلي انه انت لاعب خلوق، يعني انا هيك تربيت الحمد لله رب العالمين. طموحي اقدم افضل شيء عندي لمسعد الجماهير، وان شاء الله باذن الله بنهايه الدوري نكون راضيين عن انفسنا وعاملين شيء بيليق باسم النادي. ايه كنت سمعان عنه وكنت شوفه حتى في مباريات كان يلعب ضد فرق سوريه ضد نادي الجيش، فكنت تابع. اخترت لانه مدرب الكابتن هيثم هو اللي طلبني وانا كان لي رغبه يعني. باذن الله انا راح اتواجد مع المنتخب الاولمبي، عندنا بطوله غرب اسيا بالسعوديه، وبعدها ان شاء الله التصفيات كاس اسيا بقطر. ان شاء الله يعني انا اي نادي لي الشرف العب فيه، بس هلا انا مع نادي المنامه وان شاء الله مع الايام كله خير. اكيد نادي الوحده وجمهوره له معزه خاصه بقلبي، وانا هلا مع نادي المنامه وتركيزي كله مع هالنادي ان شاء الله. اكيد اذا اجتني فرصه حقيقيه ومناسبه اكيد يعني اللعب باوروبا شيء كثير حلو، وانا اشتقت لهم اكثر وبحبهم كثير وبنقول لهم مبروك على صداره الدوري. حلمي انه اول شيء احقق بطوله مع منتخب بلدي. الحلم الثاني انه اقدم شيء يضل بذاكره الجماهير، يعني كون اسم الي وللمنتخب او حتى مع النادي اللي بلعب فيه اكون بقدم شيء يضل بالذاكره. قدوتي ليونيل ميسي، احلى واغلى هدف. بعتقد هدفي على الاتحاد مع نادي الوحده بالموسم قبل الماضي كان له نكهه خاصه عندي. اهم مباراه كانت مع منتخب المالديف، لانه هي كانت اول مشاركه لي مع المنتخب الاول واعطتني دعم كبير لحتى اقدم افضل ما عندي حتى دائما اكون متواجد مع المنتخب. حاليا لا، انا عم فكر بالاحتراف واتقدم خطوه بخطوه، بس ان شاء الله مع الايام الجايه يعني بالايام الجايه اذا اكيد الواحد اكيد بده يرجع على الدوري اللي طلع منه. احنا ان شاء الله عم نلعب كل مباراه على حدة، وهدفنا انه نحقق 3 نقاط بكل مباراه. لسه بكير على كلمه بطل دوري، لسه المشوار باوله، بس ان شاء الله نحن بنوعد الجمهور انه نقدم كل شيء عنا ليكونوا مبسوطين، وحتى يكون النادي يعني نقدم كل شيء لخدمه النادي. إن شاء الله بإذن الله. لا أنا ابن نادي الكسوة وانتشأت بنادي الكسوة، وبال2018 انتقلت على نادي الوحدة لمدة 3 سنوات.
والله مشكور كثير، ولكن انا هلا التزامي مع المنتخب الاولمبي، ان شاء الله بالايام الجايه الله بيكرمني بكون مع المنتخب الاول. الله يسلمك يا رب، مشكور. اول كاس باخده مع نادي الوحده هو كاس الجمهوريه ضد فريق المجد، والحمد لله يعني كانت اول بطوله لي، كنت كثير مبسوط، تجربه حلوه ومفيده اكيد، الواحد يستفاد منها، والحمد لله انا مرتاح واموري تمام مع النادي. انا كمان من الكسوه، يعني انا من منطقه الكسوه وابن نادي الكسوه من ريف الشام برشلونه، بس يعني وضعهم شوي صعب هلا. هلأ لا، في كتير أندية أفضل، يعني البايرن مع أنه أنا بكرههم، باريس، سيتي، كلهم أفضل منهم. حبيبي الله يخليك، هذا أكيد من جمهور الوحدة، وقلت له أنه أكيد أنا مشتاق له. هداف من الطراز الرفيع وما شاء الله عليه، نجم. أنا بصراحة معجب بكوتينيو وطريقة لعبه، يعني العالم كانت بسوريا تشبهني إليه، طبعاً مع فارق الإمكانيات أكيد، إن شاء الله بإذن الله. أكيد الالتزام بالتمرين، الالتزام بكل شيء مفيد ويبعد عن كل شيء مضر، وإن شاء الله رب العالمين، يعني أكيد اللي بيتعب وبيجتهد بالنهاية بيلاقي سمرت جهده وتعبه. مانشستر سيتي. باص. طولي انا كنت مفكر 1.69، بعدين تفاجأت وطلع 1.66. وزني 61. بلشت العب كرة قدم من زمان كتير، يعني من وقت كان عمري 8 او 9 سنين. ان شاء الله، يعني انا جاوبت على هذا السؤال. مهدي عبد الجبار. حلمي الشخصي بعتقد هو مرتبط بكرة القدم، انه حقق شيء على الصعيد الفردي، ومثل ما قلت لك حقق شيء مع المنتخب. مشكورين على السنوات الثلاثة اللي قضيتهم معكم، وكنت كتير مبسوط، وبتمنى لهم التوفيق وكل الخير. الحمد لله رب العالمين، هذا كله توفيق من رب العالمين. حط تارجت؟ بالنسبة إلي مو كتير، يعني أنا ما بيهمني مين بسجل أهداف قد ما بيهمني الفريق يفوز، بس أكيد أنا بحب ساهم مع الفريق إن كان بتسجيل أو حتى بصناعة. خلاص إن شاء الله. أنا مثل ما نادي كبير، وأنا بيسعدني إني أكون متواجد معه، وإن شاء الله بيكون هذا الموسم موسم خير إلي وإله. إن شاء الله بنوعدكم نقدم أكبر جهد ممكن لحتى تكونوا سعيدين، ونقدم شيء لي باسم النادي. دعمكم ومحبتكم لنا هي اللي بتوصلنا لأبعد مكان. كونوا معنا وكونوا سندنا.